السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول من عام 1973، في اليوم الثاني عشر من القتال، اندفعت قواتنا في قتال ضار مع العدو بالمدرعات تساندها المدفعية الثقيلة والطيران وقوة الدفاع الجوي. توالت خسائر جيش العدو 21 طائرة، بالإضافة إلى عدد كبير من الدبابات والعربات المدرعة. وصل العرب من المحيط إلى الخليج حشد كل إمكاناتهم من أجل مواصلة معركة التحرير. ففي هذا اليوم أعلنت الجزائر التخلي عن موارد خطة التنمية القومية لصالح تعزيز موقف دول المواجهة، في حين قرر وزراء النفط العربي خفض إنتاج البترول بنسبة 5% تزداد بالنسبة نفسها كل شهر حتى انتهاء المعركة وتحرير الأرض. محليا ركزت الصحف على أبرز ما جاء في خطاب النصر الذي ألقاه الرئيس السادات أمام مجلس الشعب. عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريها، وقد تكون مخضبة بالدماء، ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة. على الجانب الآخر، أبرزت الصحف مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية سباقها مع الزمن من أجل تعويض خسائر إسرائيل في الأسلحة والمعدات والذخائر، حيث لم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم العون العسكري المباشر لإسرائيل، بل سخرت إمكاناتها التجسسية الحديثة لنجدة حليفتها، حيث نقلت صحيفة الأهرام في هذا اليوم استعداد واشنطن لإطلاق قمر صناعي جديد من طراز إيرلي بيرد فوق جبهة القتال. كما أبرزت صحف ترحيب فرنسا بمقترحات الرئيس السادات، حيث حاول مجلس النواب الفرنسي موضوع جلسته من مناقشة المزاعم الإسرائيلية بخصوص طائرات الميراج الليبية إلى دراسة مقترحات الرئيس السادات بشأن إحلال السلام في الشرق الأوسط. واستمرت الصحف أيضاً تعلن على صفحاتها سندات الجهاد التي طرحتها الحكومة المصرية، والتي نوهت للمواطنين بأن الاكتتاب في تلك السندات سيساهم في تحرير الأرض وحماية الوطن من غدر العدو.